مرحبا، حلقة جديدة من فن نيوز بلشت لنمر بجولة سريعة على آخر الأخبار الفنية. بيأسفني بلش حلقتي بخبر وفاة المخرج هشام شربتجي صاحب لقب شيخ الكار، صاحب الإنجازات العظيمة القيمة بالدراما السورية، صاحب الذكريات الحلوة مع كل بناء ممثل ومع كل بناء مشهد وبناء كل حبكة جماعية صارت حضرناها بمسلسلاتنا، أثرت فينا بعقولنا وبذاكرتنا. رحل هشام شربتجي وترك لنا أعمال عالقة براسنا ربينا وكبرنا عليها، مثل يوميات مدير عام، عائلة سبع نجوم، جميل وهناء، أحلام أبو الهنا، أزمة عائلية وتاريخ كامل. بدي أعزي أصدقائنا وأساتذتنا أولاد الراحل الرشا ويزن شربتجي، يا رب الله يكون معهم ويصبر قلبهم. رينا حريري وباسم ياخور قمة بالرقي والتعامل. بالوقت اللي عم تخرج فيه أخبار المشاهير والفنانين لحظة انفصالهم، مشاكلهم وطلاقهم على السوشيال ميديا، كانت رينا حريري وباسم ياخور عكس التيار وقرروا الانفصال بهدوء. وبعد ما حذفت كل الصور وعملت انفولو على انستغرام، طلعت وردت رنا على الناس بستوري وكتبت: لأني بعرف انه حياتي الخاصة صارت فجأة محور اهتمام، اسمحوا لي حول اهتمامكم للمكان الأصح والأفضل، للقضايا يلي هي أهم بكتير مني ومن حياتي ومن أي إنسان، لقضايا لازم كلكم تحكوا فيها لأنها فعلا بحاجة لأصواتكم واهتمامكم، ولكن لكل التغطية الإعلامية الممكنة. وبعتذر ما رح أشبع فضولكم لأن هذا الجزء من حياتي هو خاص فيني وحأحتفظ فيه. كاريس بشار هجوم حاد على صناع مسلسل النار بالنار يلي لعبت فيه دور البطولة بجانب الفنان عابد فهد والممثل اللبناني جورج خباز، واتهمت صناع العمل بقلة الأمانة، وأكدت أنه الرسالة يلي بده يوصلها فريق عمل المسلسل ما قدر يوصلها، وأنه صار فيه كتير تعديلات وحذف وإضافة صارت على المشاهد فجأة وبدون علمها. بدور أحداث النار بالنار بأحد الأحياء الشعبية اللبنانية، وأدت كاريس فيه شخصية مريم المعلمة السورية يلي بتضطر تقعد بحارة ببيروت بتبيع خبز بسبب ظروفها الصعبة. طرحت الفنانة مايا دياب أحدث أعمالها الغنائية غنية طاقة إيجابية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الساعات القليلة الماضية ضمن ألبوم صيف لعام 2023، وحرصت مايا على التعاون مع الشاعر محمد يحيى وإخراج خالد نبيل بإصدارها، يلي من المتوقع أنه تشهد الغنية نجاح كبير، خاصة أنها حققت أكثر من 1000 مشاهدة من الساعة من طرحها. وطلعت مايا بلوك جديد وبروح شبابية جديدة أشادوا فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأيدوها على اختياراتها يلي بتسرق المشاهد للفرح بكل فيديو كليب تعمله. لهون بتكون خلصت أخباري، شوفكن أنا إن شاء الله بيوم حلقة جديدة فيها آخر وأهم التطورات الفنية وكل شي ترندات تصدرت السوشيال ميديا بال24 ساعة الماضية، ومن هون لوقتها تبقوا بألف خير.